مركز الشيخ سالم العلي للنطق والسمع والكائن في منطقة الصباح الطبية هو أول مركز متخصص في معالجة اضطرابات السمع والنطق على مستوى دولة الكويت. نعم، المركز يعد الأكبر من نوعه في منطقة الخليج العربي، وهو مجهز بأحدث الوسائل الحديثة المستخدمة في تشخيص العديد من اضطرابات السمع والنطق بوجود عيادات تخصصية متطورة. هو أول مركز متخصص في اضطرابات النطق واللغة والسمع على مستوى دولة الكويت. مركز الشيخ سالم العلي يخدم العديد من الفئات من كافة الأعمار التي تعاني من أمراض كثيرة متعلقة بالسمع والاتزان وصعوبات النطق، كما يتوفر في المركز أفضل الأجهزة الطبية والاختصاصيون المشهود لهم بالكفاءة. مركز الشيخ سالم العلي تأسس تقريبا من 16 سنة أو تم افتتاحه، فأخذ السمعة طبعا مع الوقت وإثبات المراجعين للحالات وكذلك كوادر الطبية المتواجدة. المركز يستقبل سنويا أكثر من 30,000 مراجع، منهم 2000 شهريا في عيادات السمع والنطق فقط. البلع، عيادة البلع والحنجرة اللي هي عيادة المناظير تستقبل 200 مريض شهريا تقريبا. العيادات تتكون من عيادات سمع واتزان ونطق وبلع، نستقبل جميع الأعمار من الولادة وحتى كبار السن. المركز يتكون من عيادات متخصصة، أهمها عيادة الاتزان والتي شاهدنا عن كثب طريقة العمل بها من خلال أجهزة متطورة. قسم الاتزان، ودي من العيادات الرئيسية عندنا. احنا هنا مثلا الغرفة مكونة من جهاز بنسميه VNG. VNG اختصار لكلمة اسمها فيديو نستجموغرافي. بنقيس توازن المريض عن طريق الكاميرا، بنحط الكاميرا بنوصلها بالكمبيوتر، بنعمل فحوصات معينة اللي هي بتفرق ما بين الدوخة المركزية اللي من المخ ودوخة الأذن. إذن مركز الشيخ سالم العلي واحد من أهم المراكز المتقدمة في المنظومة الصحية في دولة الكويت، والتي توفر خدمة متميزة ورائدة. إذن أكثر من 30,000 مراجع يتوافدون سنويا للمركز بكونه الأول والأكبر من نوعه في منطقة الخليج العربي من حيث الطاقة الاستيعابية، وكونه مجهز بأحدث الوسائل والأجهزة الحديثة في العلاج والتشخيص.